كل شيوخ الطرق في البلد دي الكلام فيهم واجب، لو ما تكلمنا الله بيسألنا، والله الذي لا إله غيره. فهمت؟ ونحن بنخاف من ربنا تبارك وتعالى، ما بنخاف منك انت، تزعل ولا ما تزعل، الموضوع ده ما شغالين به كله كله. فهمت؟ شيل فرارك وتعال خش، ده بس، ما عندك أي حاجة تاني. جيب حامد السماني، انتوا مش عندكم ناس متحدثين وناطق بالتصوف؟ عندك مش عندك راس بتكلم عن الصوفية وبدافع عن الصوفية؟ هنا شنو ده سيد كورك؟ حصل جينا كورك في الحلقة بتاعتك ما تتكلم فينا وبتاع، ما عندنا كلام ده، نحن آيات وأحاديث بتفرتك أي صوفي قاعد لا فينا. فهمت؟ نحن عندنا لك حجة، أنت جيب حامد، أنت ما تكورك لأنه أنت كيسك فاضي يا شيخنا وما عندك كيس ذاته. فهمت؟ ما كيسك فاضي، تعال جوا انت ما تجي، جيب حامد بس، بس دارين حامد، جيب الراس جيتوا لك هنا، شفت نسلخه ما نخلي فيه صوف لف. انت وين حامد؟ جيب حامد، ونحن بندعو حامد، محمد المنتصر، ازيرك، انت الخنجر، كلهم ندعو شيوخ الطرق القاعدين، الخلفاء، شيخ اللمين، جد كلهم ندعوهم لمناظرات. يقدروا؟ تقدر تجي؟ بس تلبد غادي الوهابيه انتشروا بالله. أنا إحنا قاعدين شفتها في شوكة حوك في حلقك، أنت بنخنقك وبنكتلك إن شاء الله عز وجل. أنت كلامي؟ ما بيدينا بس بالقرآن، بس بالقرآن بنكتم نفسك بالقرآن الكريم. دير ربنا تبارك وتعالى قال وكذلك نفصل الآيات في سورة الأنعام ولتستبين سبيل المجرمين. أنت لابد تعرف المجرمين الذين أضلوا عباد الله تبارك وتعالى، ديل حرفوا الناس عن صراط ربهم عز وجل. خلي الجو اقعد اقعد اقعد. انت ديل حرفوا الناس عن صراط الله تبارك وتعالى، عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال في سورة الشعراء، الله قال تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. فهمت؟ ديل الله سلم عن مجرمين الجماعة البيضلوا الناس. أبوك الشيخ البرعي، وده كتاب البرعي تقنع من نتكلم في البرعي ساكت، ده كتاب البرعي، وينوك الكتاب اللي قبل شوية قرأ لك ده؟ ده كتاب أحمد الطيب البشير ولا رجل طابق انت عبد المحمود نور الدايم. الكتب قاعدة، انت بتزعل ليه يعني؟ زعلان مالك؟ مكسر لك في رجال؟ طيب ما تشيد حيلك، ما تتكلم في البرعي. يا سلام عليك الله، برعي اصل لو كان دافعت عن القلعه بنقول عجباه شويه كده. فهمت؟ عن ننسي حجرا بنقول الزول ده مكسر في الفنانه دي. فهمت؟ لكن البرعي يا كافي البلاسه ده وينه ده؟ كاكو حليمه ده يتكسروا في كيف؟ ده يحبوه كيف ذاته؟ فهمت؟ ده عاجبك في شنو؟ عاجبك في شنو؟ حفظ القران؟ حفظ القران صح؟ وزوج الرجال واشرك بالله تبارك وتعالى. البرعي طلب ده في الكتاب ده هنا. قال ودع له سلم يا ولد اهو ده القلب البيت ولد. انت ده ابوك الشيخ البرعي عندهم فكي كبير ده بيقلب البيت بيقلب ولد، والكلام قاعد هنا في صفحه 43. انت قال كان للشيخ يعقوب ولمين ما عارف ست بنات. انت فجاء اشتكى للشيخ عدم الولد الذكر، قال لا يا شيخ انا كلهم بنات، دار لي ولد ذكر واحد بشنب نص البنات ديل. انت قال دار لي ولد الشيخ ده درويش ساطل طبعا، قال لي جيب ما جيب واحده من البنات يوم الجمعه صلاه الصبح. انا بقرا لك الكلام قاعد في الكتاب، ما تكورك انت. هنا في مواصلات بجاي بغادر الكوبري، انت دار تمش بس وصف لنا جماعه ديل بودوك بوصف لك مواصلاتكم. الكلاك لي بغادي ليبيا بهناك صنقعد بغادي، انت بيتكم بس امشي بغادي تركب تتخارج، ما تقعد تكورك لين هنا. اوعى شنو قاعد هنا؟ لا ما تتكلم في البرعي. يا سلام ده البرعي بنتكلم فيه وتزعل تطير تشق الواطه انت تخش هنا اي حاجه تعملها. البرعي ده ما بنخليه ابدا. انت زول اضل الناس، نشر الشرك بالله تبارك وتعالى، دعا الناس ان يشركوا بالله عز وجل. البرعي قال في كتاب رياض الجنه ونور الدجنه انا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل. البرعي لو انت بتفهم قال لك ما تنادي الله ابدا، تنادي اسماعيل الولي. نحن نخلي ربنا تبارك وتعالى يا ويا
هذا كيف؟ ده شنو؟ ده شنو ده؟ ده شنو؟ ده شنو؟ ننادي اسماعيل؟ أن احنا الله خلقنا ولا خلقنا اسماعيل؟ الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده لسه ربكم ما عارف، أبوك الشيخ البرعي ده ربكم لسه ما عارف. الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربنا تبارك وتعالى قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم. ربنا تبارك وتعالى قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربنا قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ده ربنا تبارك وتعالى. البرعي ده لسه ما عارف، برعي لسه ما عارف، والدرويش فهمت إذا عنده عقيدة بتاع الشرك القرآن ده ما بيقتنع به، ما بيقتنع به، لأنه زمان جول النبي عليه الصلاة والسلام قال له، أسمع كلام المشركين كويس، قال له: وقالوا لن نؤمن لك، فهمت؟ قال له: ما بنصدق كلامك ده، نادي الله براه وما بنصدق، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال له: لا تطلع مويه والله جد، فهمت؟ ما المشرك ده واحد، فهمت؟ ديل الصوفية بتاع زمان. قال له: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. قال لا إلا الطير والله جد، مش دارنا نخش معاك نبقى معاك مسلمين هاي والنادي الله براو، إلا الطير قال له: أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ده النبي عليه الصلاة والسلام ديلك ما كان دارين يقبلوا الكلام بتاعه عبادة ربنا تبارك وتعالى. عشان كده بنستغرب منك انت زعلان انه يتكلموا في الصوفية، ده الدين بتاع التصوف، رأيك شنو؟ رأيك شنو؟